الحمد لله. طبعا كان ماتش عاملين حسابه قدام فريق قوي، فريق عنيد. الحمد لله تحضيراتنا اللي كنا مجهزين لها مشيت زي ما احنا عايزين. بدايه الماتش هي كانت اهم حاجه بالنسبه لنا، ان احنا نبين ان احنا عايزين الماتش اكتر، وان احنا الفريق الاقوى، وان احنا الفريق الاحسن. وطبعا الجمهور ما كانش ينفع ان احنا نمشيهم وهم زعلانين. لا، ما فيش اي حاجه تاثرت في الاخر. انت بتلعب رياضه، مش كل الماتش هتفضل ماشي بالكيرف وهو بيعلى. هو الفريق قوي ان انت تتدارك اخطائك وتحاول تقللها وترجع تاني في الماتش. احنا بنلعب الرياضه علشان الجمهور وعلشان نبسط الناس دي كلها. في الاخر انت وسط اهلك واصحابك وناسك، ما ينفعش تمشيهم من غير ما يكونوا مبسوطين وفخورين بيك. دي حاجه زي ما نقول هي بونس، هي يعني كلها حصلت بسبب الفريق كله كان واثق فيا، كنت على قد المسؤوليه، ربنا كرمني. في الاخر اليوم كان يومي، بكره هيبقى يوم حد تاني. احنا بنلعب لبعض، ومش هو ده اللي احنا عيننا عليه. احنا عيننا ان احنا نكسب باسم منتخب مصر كلنا، وبنفرح لبعض في كل حاجه. مفيش حاجه اسمها نهائي سهل، انت بتلعب فرقه قويه وفرقه محترمه. لسه هنتفرج على الماتش. نهائي زي اي نهائي، فرقه عايز توصل للاولمبياد، فرقه عايز تلعب تكسب منتخب مصر على ارضه. فهتحضر وهتحترم الفريق زي ما احترمت كل الفرق اللي انت لعبتها من اول البطوله. لا، هو مش ضغوط كده، هو ضغوط ان انت فريق عايز تحقق حلم كبير وعايز توصل لحاجات ابعد بكتير من اللي انت واقف فيها. فكل بطوله هي خطوه اللي انت عايز توصل له. في الاخر الفريق الكبير اللي مش هيقدر يستحمل الضغوط مش هو اللي هيوصل.